سؤال: هل تتقابل الأرواح بعد الممات في السماء وتتلاقى وتعرف بعضها البعض؟ كون انها تعرف بعضها البعض دي معقول، بدليل في قصة غني والعازر. الغني عارف ان ده العازر وعارف ان ده ابونا ابراهيم، لكن تتلاقى غالبا الارواح البرة تتلاقى معا، والارواح الخاطئة تتلاقى معا، لكن الاثنين ما يتلاقوش، لان ابانا ابراهيم قال للغني: بيننا وبينكم هو عظيمة، اللي عندكم ما يقدرش يجي عندنا واللي عندنا ما يقدرش يجي عندنا.